الحلم. كلنا بنحلم أحلام وإحنا نايمين، أو معظمنا حتى على الأقل بيفتكر أحلامه، وفي مننا بيحلم أحلامه وهو صاحي، أحلام اليقظة اللي هو بيجيله فكرة كده، إيه ده الله، أيوه يا لو أنا عملت دي، إيه ده يا لو أنا مش عارفة إيه، ويقعد يحلم ويتخيل نفسه في عالم تاني وعايش في مكان تاني، ويقول يا مش كان زماني لسه قاعد في الحلم ده، مين اللي صحاني، بس أنا كان زماني ومبسوط وقاعد ومستمتع. كتير قوي مننا بيعيش اللحظات دي، لحظات الحلم الجميلة اللي مش عايز يصحى منها. بس طب ما انت ايه رأيك لو انت حولت الحلم ده لحقيقة؟ كتير قوي بسمع ان الكلام ده مش واقعي، او الكلام ده مش صح. ممكن يكون مش واقعي، ممكن يكون مش صح لو انت ما عملتوش. في ناس تانية تقول ده مجرد كلام. هو فعلا هيفضل مجرد كلام، والحلم اللي انت حلمت بيه ده هيفضل مجرد حلم لو ما تحولش الفعل. اول ما انت عقلك بيستوعب الشيء ويقدر يفكر في شيء، اعرف ان انت عندك القدرة انك تعملها. واول ما انت بتجيلك فكرة وتحلم بحلم، اول ما الشيء يعني بيتحول لحلم، او الفكرة بتتحول لحلم، اول ما انت تبقى عارف ومتأكد ان طاقتك هي اللي جذبتها. فايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي بجذب طاقة على قد عدد، او بجذب افكار واحلام على قد طاقتي انا. يعني ايه؟ يعني اول ما انا بفكر او بيجيلي فكرة ان انا عايزة او بحلم ان انا يبقى معايا 1000 جنيه، انا طاقتي هي طاقة 1000 جنيه مش اكتر. لو انا بحلم وبجاتلي فكرة ان انا عايزة يبقى عندي 1000000 جنيه، يبقى انا طاقتي تقدر تستقبل 1000000 جنيه. فطالما عقلك بيقدر يستوعبها، يبقى انت بتقدر تعملها. حاجة تانية مهمة قوي، ان انت اول ما تلاقي ان انت بتحلم حلم، اعرف ان انت ربنا اداك في اللحظة دي كل القدرات اللي تخليك ان انت توصل ان انت تحقق الحلم ده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حلمت بحلم ان انا معايا عربية. اعرف ان في لحظة ما انت حلمت بالحلم ده، وعقلك جمع وعينك شافت الصورة دي، اول ما انت دلوقتي في اللحظة دي عندك كل القدرات وكل الامكانيات ان انت توصل او تحقق الحلم ده ان هو يبقى حقيقة. فهل انت هتعمل ايه؟ اول ما انت هتقدر ان انت تقوم وتسعى وتشتغل عشان توصل انك تحقق او توصل لحلمك، او ان انت تاخد الخطوات اللي توصلك لحلمك، اول ما انت وقتها خلاص انا وصلت للحلم اللي انا عايزه. حلمك هيفضل حلم لو فضل كلام. حلمك هيفضل حلم لو انت ما قمتش اخدت الخطوة وحققته. حلمك هيفضل حلم ومجرد امنية لو انت ما اتكلمتش فيه وما حسبتوش وما كتبتوش كمان. خلي دايما جنب السرير عندك ورقة وقلم، واكتب احلامك. شوف انت بتحلم بايه، بس الاحلام الحلوة بس. شوف انت بتحلم بايه، شوف انا هو ايه بقى، انا عايز ايه. اول ما انت تلاقي نفسك انك حلمت حلم فيه تحقيق لحاجة، ايا كان حلم يقظة او حلم نوم، اعرف ان انت عقلك في اللحظة دي ايجابي، وطاقتك في اللحظة دي عالية وعايزة تحقق حاجة، فقوم وساعتها واعملها. في واحد مرة قاعد يقول لي، كنت بتكلم معاه، فقعد يقول لي انا كل شوية بحلم، وانا ما بعملش حاجة ان انا بحلم، وما فيش حاجة بوصل لها، وانا حياتي كلها حلم، وكل اللي حواليا ما بيعملوش حاجة، وما فيش حاجة تتعمل، والبلد اصلها، وانا اصلي، واهلي مش عايزين يساعدوني، وكل الكلام البائس اللي احنا بنسمعه كتير قوي في وسط الناس الشباب. يعني اول ما انا قلت له طب انت دلوقتي حلمت، عملت ايه بحلمك؟ عملية ما فيش اي امكانيات. قلت له انت في اللحظة اللي انت حلمت فيها انت عندك كل القدرات انك تقدر تحققها. اول ما هو قاعد يقول انا ما عنديش حاجة، طيب بصينا كده وقعدنا نفكر وندعبس ايه الحاجات اللي عنده اللي يقدر يعملها. عايزاك دلوقتي تشوف انت كمان ايه الحاجات اللي عندك اللي تقدر تحقق بيها حلمك. الولد طلع ان هو متعلم، بيعرف لغة، عنده الامكانية ان هو يبدأ مشروع ليه خاص، عنده الإمكانية إن هو يفكر بره الصندوق، يفكر بره الكلام والأحلام اللي أهالينا حطوها فينا. مش معناه إن أحلام أهالينا غلط، لأ، بس أنت شخص مستقل. مش معناه برضو إن أنت تبعد عنهم، لأ، معناه إن أنت تفكر بشكل مختلف، إن أنت تطلع بره الصندوق وتفكر في الحياة العملية بتاعتك بشكل يتناسب مع شخصيتك أنت. حلمك هو بتاعك أنت، فهل أنت هتحقق حلمك ولا هتسيبه مجرد حلم ومش هتعمل بيه حاجة، وهيفضل طول الوقت عندك انت الكلام اسهل. شوف انت عايز ايه وعايز تعيش ايه، بحلم ولا بفعل.